الكرام تتواصل الانطلاقات في هذه الليلة وفي هذه الانطلاقات الجميلة هنا في أرضية ميدان المرموم. تتواصل انطلاقات الكبار وسن الكبار الشوط الحادي عشر الذي تعلن فيه الانطلاقة قبل قليل عن الزمول المحليات الأصايل في هذا الانطلاق في 6 كيلومتر لتتنافس في التحديات وأثارة حاضرة دائما في ميدان المرموم الميدان الذكي. نسير مع المراكز الأولى مباشرة وهذا هو من يسيطر أم سامح على مقدمة الشوط لاسم الشيخ زايد بن هناك. نعود إلى المركز الأول عفوا اللي مسيطر واللي منفرد بالمركز الأول الله يا بن خريدة الله يا بن خريدة بدأ بير الشوط من البداية وانطلق مع شاهين لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ضمر أبو خليل سيف بن أحمد بن خريد الشاعر كذلك في هذا الانطلاق ينفرد بالمقدمة بينما يلي في المركز الثاني مسامح لاسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيجة الرميثي يتولى عملية تضميره والمركز الثالث هذا مليح لاسمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ضمر سعيد بن سالم لينيبي يتقدم على المركز الثالث بينما المركز الرابع وبنلقى في رابع المراكز سلهود لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم علي بن أحمد الحاج الذي يتولى تضميره هجن زعبيل تاتي على المركز الخامس بشاهين وراشد بن محمد بن مروشد اللي يتولى عملية تضمير هجن زعبيل وإدارتها بينما المركز السادس هذا تواجد اللي هو بنشوف اسم المركز السادس هذا هو مهيض اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية التضمير بينما المركز السابع شاهين من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي والمركز الثامن تقدم فيه للمارد لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ضمر عبيد بن حمد بن شينان المري والمركز التاسع هجن ند الشبا تقدم شاهين وقيادة سالم بسعيد والمركز العاشر هذا شاهين من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا التحدي في هذا الشوط شوط الزمول المحليات الأصايل بنوك المستقبل التي تنطلق وبنوك الانتاج عفوا في هذه الانطلاقة التي تأتي بانطلاقتها وتحدياتها وهناك شاهين بعد ما نعود بعد العشر المراكز نعود إلى المراكز الأولى شاهين ماخذ الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج ومنفرد انفراد تام وكلي عن بقية المراكز بدون منافس هناك مع مصورنا في الكاميرا الأولى يتقدم ويتربع على عرش المقدمة ويسيطر اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويتابع تضميره سيف بن أحمد بن خريدة يتواجد مع شاهين اللي مسيطر على مقدمة الشوط بينما يلي في المركز الثاني مليح في المركز الثاني لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر سعيد بن سالم لينيبي ياتي في المركز الثاني والمركز الثالث اللي يتقدم فيه مشاهدي العزم سامح او هناك تقدم من الجانب الاخر اللي وصل هذا شاهين من هجن زعبيل تقدم يضمر راشد بن محمد بن مروشد على المركز الثالث مسامح في المركز الرابع لاسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيجة الرميثي يتابع تضميره وهذا يتواجد في المركز السادس سلهود لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن أحمد الحاج الذي يتولى تضميره على المركز الخامس في هذه اللحظة. هذه الخمس المراكز المجموعة الأولى اللي انطلقت في هذا المسار. المجموعة الأخرى ناخذ الخمس
ايضا اللي بتاتي الى المراكز الاولى ومندفع بقوه، اولها شاهين من هجر العاصفه يضمر غياث الهلالي في المركز السادس، والمركز السابع المارد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبيد بن شينان المري، المركز الثامن شاهين من هجن العاصفه يضمر غياث الهلالي، اما المركز التاسع وصل فيه في هذه اللحظات شاهين من هجن ند الشبا يضمر سالم سعيد كذلك في هذا الانطلاق، بينما المركز العاشر شاهين من هجن العاصفه ويدير تضمير غياث الهلالي. هذه النتيجه الثانيه واذاعتنا الثانيه للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المساء الجميل في هذه الانطلاقات الرائعة على أرضية هذا الميدان. يا سلام، شوف الزمول، شوف الزمول، وبنسير هناك مع بن خريدة، بنشوف بن خريدة اللي يسيطر واللي ير الشوط من بدايته بانطلاقة رائعة مع شاهين، مع شاهين والسلالة الشاهينية. يا سلام، الله، هذا هو شاهين في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يدير سيف بن أحمد بن خريدة في تضميره وفي الإشراف والمتابعة والأوامر على المركز الأول، مسيطر سيطرة تامة في هذه المسافة. ما تبقى إلا القليل يا أبو خليل، ما تبقى إلا القليل عن خط النهاية. يا سلام، يا سلام، ولكن شوف القدوم، شوف القدوم من المضمرين الاخرى، سعيد بن سالم الينيبي، يمع بن عتيج، ومحمد راشد بن محمد بن مروشد مع هذه الانطلاقات. دير بالك، دير بالك، وركز، ركز، ركز. واصل مليح اللي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر سعيد بن سالم الينيبي. شاهين في المركز الثالث من هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتولى تضميره هناك، مسامحه لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان يضمر يمع بن عتيج الرميثي. بدأت التغييرات عند لوحة الكيلو المتر الأخير. يا سلام، بدأت التغييرات، غير مليح، غير مليح على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ولكن شاهين عاد، شاهين غير مرة ثانية، انطلق على المركز الأول من هجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد في هذا المسار وهذا اللقاء، بينما مليح في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر سعيد بن سالم الينيبي. خلاص الامور ما بين الاثنين، الفوز ما بين الاثنين، الظاهر انه في ال 600 متر الاخيره، وشاهين الاقرب، هجن زعبيل كعوايدها بهذه الانجازات، بهذه التحديات، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، هذا هو شاهين من هجن زعبيل يسيطر على مقدمة الشوط، يعلن الفوز، يعلن الناموس كعوايد. هذا الشعار، شعار هجن زعبيل بالإنجازات الذي ترضي طموح الجماهير، جماهير ومشجعين، شعار هجن زعبيل. يا سلام، وهذا هو شاهين، تهانينا والناموس لهجن زعبيل، بل تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز وللمرة الثانية في هذا المساء. وشكرا، شكرا راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق في التضمير، دائما مع هجني زعبيل بهذا الإنجاز ولحظات وصول شاهين إلى خط نهاية المركز الثاني من وصل فيه المارد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. الثالث مليح أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة، والمركز الخامس مسامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز، الخمس المراكز الأخرى، لجنة خط النهاية وكاميرا خط النهاية تتابع حتى المركز العاشر. هذا شاهين وتوقيته 9:36 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن زعبيل على هذا الفوز، وأيضا تهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد كذلك. المركز الثاني وصل فيه المارد في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع 9:39 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان
بن راشد المكتوم، والتهنئة موصولة لعبيد بن حمد بن شينان المري المركز الثالث مليح، 9 دقائق 41 ثانية و 41 ثانية عفوا بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا سعيد بن سالم لينيبي، هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس.